بالنسبة لأخبار المحافظات، في الوادي الجديد بيتم إنشاء محطة غاز طبيعي على مساحة بتبلغ 10,000 متر. أما في البحر الأحمر فقد تم الانتهاء من أعمال ترميم المستشفى المركزي الجديد برأس غارب. كمان في كفر الشيخ تم استلام 178 ألف طن قمح بشؤون وصوامع المحافظة، وفي الشرقية تم استيفاء 2835 شهادة بيانات للتصالح على مخالفات البناء. خلينا نتابع تفاصيل أكتر في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في الوادي الجديد بيتم تنفيذ أعمال التشطيبات بمشروع إنشاء محطة الغاز الطبيعي الدائمة على مساحة 10,000 متر على الطريق الدائري بالخارجة، وتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية وجاري تركيب محطة التخفيض الدائمة اللي بتغطي احتياجات المدينة من الغاز. في البحر الأحمر انتهت أعمال المستشفى المركزي برأس غارب، وتم توريد المعدات والأجهزة لبدء الأعمال المخطط لانتهاء منها خلال عام من تاريخ التسليم، وهيتم بدء تشغيل الاستقبال والطوارئ بعد 6 شهور من بدء الأعمال. في أسيوط بتشهد المحافظة تنفيذ أعمال إنشاء سوق حضري للماشية بقرية الزرابي على مساحة 5625 متر مربع، وده ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة. في الدقهلية أعلنت المحافظة تخفيض ضغوط المياه اليوم الأربع بنطاق عدد من المراكز والمدن من الساعة 4 صباحاً حتى الساعة 4 عصراً من ذات اليوم لتنفيذ أعمال تطهير مروقات المحطة القديمة بمرفق مياه ميت فارس ببني عبيد، وبتشمل المناطق المتأثرة بتخفيض ضغوط المياه مركز ومدينة بني عبيد وجزء من مركز المنصورة وجزء من مركز دكرنس وجزء من مركز تمل أمديد وعرب زيدان بمركز المنزلة. في أسوان بتشهد المحافظة تنفيذ الأعمال الجارية بمشروع محور بديل خزان أسوان الحر على نهر النيل تمهيداً للافتتاح الرسمي له منتصف العام الحالي، وبلغت نسب التنفيذ بالمشروع 97.2% بتكلفة 1.9 مليار جنيه. في كفر الشيخ أعلنت المحافظة استلام 178 ألف طن قمح من المزارعين في مواقع وصوامع التوريد المختلفة بالمحافظة، وتم تخصيص 25 موقع لتجميع واستلام محصول القمح موسم 2024 موزع على جميع أنحاء المحافظة تسهيلاً على المزارعين لتوريد القمح. في الشرقية أعلنت المحافظة أن المتغيرات المكانية بتستعد لاستخراج 2835 شهادة بيانات تم التقديم عليها من المواطنين عبر المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة لاستكمال إجراءات التقديم للتصالح على مخالفات البناء وفقاً للقانون.